ثلاث نصائح نبوية تقيك من شر الفقر والمرض والبلاء. الحقيقة أيها الأحبة، هذه الثلاثية معظم الناس يعاني منها اليوم: قلة المال أو الفقر أو الحفاظ على المال، المرض والبلاء بأنواعه، الظلم والحوادث والأذى وغير ذلك. من منا لا يتمنى أن يكون محصنا من هذه المشاكل؟ إذن دعوني أستمع معكم لحديث حبيبكم عليه الصلاة والسلام. والله أيها الأحبة، هذا النبي الكريم لم يترك شيئا إلا وأخبرنا عنه، لم يترك نصيحة إلا وجهها لنا، لم يترك أمرا فيه خير إلا نبأنا به ونصحنا به، لأنه يريد لنا الخير. هذا النبي الكريم أيها الأحبة كل تعاليمه هي خير لنا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الطبراني: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء. ثلاثة أيها الأحبة. إذن أنا الآن أمام نصائح نبوية ممن وصفه ربه بأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا النبي الكريم أيها الأحبة أعطانا هذه النصائح ليحمينا، وبخاصة في هذا العصر حيث معظمنا غافل عن ذكر الله وعن الصدقة وغافل عن الدعاء للأسف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حصنوا أموالكم بالزكاة. إذن أمرنا بإنفاق المال. انتبهوا أيها الأحبة، لا تظنوا أن المال شيء جيد، لا تظنوا أن من يكنز المال ولا ينفقه في سبيل الله أن هذا الأمر جيد. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الذهب والفضة أيها الأحبة اليوم هي العقارات، هي المصانع، الشركات، هي العملة الورقية، هي الرصود في البنوك، الأرصدة في البنوك. ليس بالضرورة أن يختزن الإنسان الذهب تحديدا، يعني إذا اختزن المال يعني لا، أي شيء له قيمة تختزنه ولا تنفقه في سبيل الله طبعا ما يفوق حاجتك. كل إنسان له احتياجات من طعام وشراب ومسكن ومواصلات وتعليم وغير ذلك وصحة، ما يزيد عن هذا الأمر يجب أن تبتغي به وجه الله. والطرق الإنفاق في سبيل الله كثيرة جدا: أن تقوم بعمل مثلا مصنع صغير وتشغل أناس لكي يعني تغنيهم وتطعم هذه الأسر، إذن هذا في سبيل الله. إذن أبواب الإنفاق في سبيل الله كثيرة جدا. فمالك أخي الحبيب يمكن أن تحصنه بالزكاة، والزكاة هي نسبة بسيطة جدا، 2.5%. معظمنا يغفل عنها للأسف، تجد أن الإنسان يأتيه الرزق ولا يتذكر أن هناك زكاة فرضها الله، وهي حق لله عز وجل وليست حق للفقير، حق لله أولا ثم لمن يحتاجها. طيب، نحن اليوم الوباء منتشر، الأمراض كثيرة جدا. طيب كيف نحصن أنفسنا من المرض وحتى بعد وقوع المرض؟ بالصدقة. إذن الإنفاق من جديد، سبحان الله. أطول نص في القرآن يتحدث عن موضوع واحد هو الإنفاق في سورة البقرة، عدة صفحات أيها الأحبة. يعني الإنفاق شيء عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى يعني يجعل من لا ينفق
يجعل هذا الأمر حسرة في قلبه يوم الموت. انتبهوا أحبتي في الله، الله عز وجل يقول في آية عظيمة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ماذا يقول هذا الإنسان الذي يأتيه الموت؟ تخيل نفسك أخي الحبيب الآن تلاقي ملك الموت، أول شيء ستطلبه ستقول: ربي لولا أخرتني. طب لماذا يطلب الميت هذا التأخير؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، هو يريد نصف ساعة فقط، يريد ربع ساعة، يريد دقائق معدودة. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وضع الصدقة أولا ثم العمل الصالح، لما يرى أثناء الموت من ثواب للصدقة. طيب لماذا يطلب؟ لأنه رأى العذاب بانتظاره، رأى أنه سيحاسب على كل قرش. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تفعلون. الله عز وجل خبير بكل أعمالك ولن يؤخرك ثانية واحدة، أعطاك كل الفرص. إذن أخي الحبيب، الصدقة لعلاج الأمراض. أنت تخاف من المرض؟ أنفق. كنت مريضا؟ أنفق. هذا نص النبي، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النصيحة الثالثة: وأعدوا للبلاء الدعاء. يعني قبل أن تبتلى ادعو الله، لا تنتظر حتى يأتي البلاء، لا تنتظر حتى يأتيك الأذى فتدعو، لا تنتظر حتى يأتيك المرض فتدعو، لا تنتظر حتى يأتيك ظلم من ابن أو أب أو زوجة أو قريب أو جار أو زميل عمل، لا تنتظر حتى يقع لك الشر ثم تدعو الله. لا، أعدوا للبلاء الدعاء. يعني يقولون مثلا الماء سينقطع لمدة كذا كذا، فجهزوا أو أعدوا يعني كمية من الماء تكفيك لهذه المدة. الكهرباء ستنقطع مثلا هذه الليلة، فأعد البطاريات وكذا وكذا، فأعد، جهز نفسك، لا تنتظر حتى يقع البلاء. أعد نفسك للبلاء باستخدام ماذا؟ أو من خلال الدعاء، أن تدعو الله كثيرا. ادعو الله بشكل يعني قبل النوم وعند الاستيقاظ، وكل ثانية كل دقيقة تتذكر ادعو الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث والله أيها الأحبة يجب أن نحفظه، يجب أن نتذكره، يجب أن يعني نعمل به لنتقي هذه الشرور المحيطة بنا في عصر الظلمات، هذا العصر الذي نعيشه للأسف. حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وكل مرض وكل بلاء، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.